السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما شفنا ازاي نركب البليت فايل على المسار اللي احنا هنشغله اللي هو تيست، هنشوف بقى النهاردة ازاي نكون فورم صحيح نرسل بيه قيم في اي مكان احنا عايزين. بداية الفورم بتكون من بالنسبة للفريمورك لازم يكون في اتنين فيلد او اتنين انبوت مهمين جدا، وهما العاملين الاساسيين اللي بيتعامل عليهم الفريم ورك من حيث الامان ومن حيث تعريف نوعيه المسار. عندي حاجه اسمها CSRF token field، والCSRF token field ده وظيفته ان هو بيعمل او بيجنريت كود. الكود ده بيكون جاي من سيشن دي بتفضل موجوده وثابته معاك في تحركاتك في جميع المسارات، بحيث ان السيشن دي لو اتغيرت ما يقبلش الموقع منك اي فاليو، او يعني من الفيزيتور اللي دخل عندك ما يقبلش منه اي فاليو الا اذا الفاليو بتاعه السي اس ار اف توكن دي تكون ثابته. طيب ايه هو بقى تعريف السي اس ار اف؟ السي اس ار اف هو كروس سايت ريكويست فورجري، وهو مقصود او المقصود منه الحمايه من عمليات الروبوت او التزوير اللي بتحصل على المواقع، سواء الدخول عن طريق روبوت او عن طريق سيرفر اخر. فبتحمي الفريم ورك او الفريم ورك بيحمي الفاليوز بتاعتك او الداتا بتاعتك من عمليات الداتا الغير صحيحه، برضو عملت السبامر CSRF بيحميك منها، عمليات تانية يعني هنتعرف عليها في المستقبل ان شاء الله عز وجل. طيب ازاي نعمل CSRF توكن؟ لاستخدام سهل جدا، او ليه طريقتين. اما احنا خلينا نطبعه بس كده في فاليو عادية ونشوف بس الفكرة. لو انا جيت هنا قلت CSRF توكن وعملت ريفرش، عندنا الفاليوز اللي احنا شايفينها قدامنا دي، خلينا نعملها في مكان تاني عشان نعرف بس فكرتها. يفضل الكود معايا اثناء تحركاتي في الموقع بيعمل لي سكيور على الفاليوز اللي طالعه مني كفيزيتور وكيوزر موجود في الموقع، فبيكون بمثابه سكيورتي من اي عمليات اتاك تحصل على الفريم ورك. فمثلا انا هعمل فور واشوف، انا مثلا هنشئ بوست ريكويست، هعمل بوست روت، ومثلا هقول له ان هو تيست مثلا 1 وهطبع فيه قيمه معينه. شوف الموقع هيقول لي ايه. هنا اعمل ريتيرن مثلا تيست ريكويست او تيست بوست ريكويست على سبيل المثال. طيب هاجي هنا هنشئ فورم ده هحط فيه سبمشن وانبوت مثلا. فلو جيت هنا قلت فورم وهقول له الميثود بوست والاكشن على فين، ممكن استخدم بقى، انا عايز استخدم الفانكشن يورل دي، فكرتها ان هي بتحط فيها الرابط اللي انت عايز ترسل عليه. فلو جيت هنا قلت مثلا يورل مثلا تيست سلاش 1 كانه اي دي معين انا هتعامل عليه. طيب وجيت هنا قلت انبوت تايب تكست نيم فاليو او مثلا فو، اوكي وادي برضو سبميشن وهنحط فيه سند والفاليو سند داتا. اوكي تعال اما نشوف هنرسل الداتا ايه اللي هيحصل. اول ما اضغط على سند داتا هيقول لي ان في ايرور هنا، راح زي ما بيقول ان البيج دي مش موجوده. ليه بقى؟ لان مفيش سي اس ار اف توكن. تمام، فلو انا جيت حطيت انبوت هيدن هنا قلت انبوت تايب هيدن اوكي النيم بتاعه اندرسكور توكن، واخد الفاليو اللي احنا كنا شايفينها من شويه اللي هي سي اس ار اف توكن اوكي، هعمل ريفرش
وهروح اعمل سند للداتا هيجي لي التست بوست ريكوست. اذا كده عرفنا ان لابد ان احنا يكون عندنا في الفورم حاجه اسمها توكن انبوت وبيكون واخد سي اس ار اف توكن. طيب لو جينا هنا قلنا في ميثود ثانيه اسمها سي اس ار اف فيلد. اوكي سي اس ار اف فيلد دي بتعوضك عن الانبوت، يعني لو انت طبعت سي اس ار اف فيلد هو هيطبع لك الانبوت لوحده. الانبوت اهو هجيب لك كل الداتا بتاعته مباشره بدون ما حضرتك انت تحتاج تكتب الانبوت ده كتير، هو بس قول له سي اس ار اف فيلد. ده طبعا فايل اسمه هيلبرز دوت بي اتش بي، في شويه فانكشنز سريعه كده في استخدامها هنتعرف عليها في المستقبل ان شاء الله عز وجل. طيب لو طبعت الفيلد برضه عادي مفيش اي مشكله خالص، هيرسل القيمه. طيب لو انا عايز ارسل قيمه من ميثود من مسار لمسار تاني، فلو انا جيت هنا هتشوف مثلا كلاس ريكوست هنستخدمه ازاي. في هنا عندي كلاس ريكوست هنا اهو، اوكي ممكن استخدمه بالطريقه دي. اوكي واعرف له متغير اسمي ريكوست، وهاجي هنا هقول request all values اللي جايه لي. تمام اذا كده عند الريكوست لو اي قيمه جايه لي من input هتيجي تحت المسمى all وهتطبع لي كل القيم اللي جايه لي في الانبوتس كلها. طيب لو انا جيت انا عملت refresh وقلت test مثلا وعملت send، قال لي هنا لاحظ توكن وده الانبوت اللي انا اتكلمت عنه من شويه، فوق ده اسم الانبوت، اما هنا send data اللي هو اسم ال input اسم اللي هو ال submission اللي احنا عملناه. طيب لو انا شلت النيم بتاع ال submission، اوكي تعال نرجع back وننفذ من تاني ونقول send، لاحظ اتشال معايا زرار ال send value اللي هو ال submission وفضل معايا الفوق انبوت والفاليو بتاعته وادي التوكن وجواها القيمه اللي لا تتغير الا من عضو لاخر او من فيزيتور لاخر. طبعا هنا انا شايف عند حضرتك هنا شويه معلومات هنتكلم عنها، معلومات مفيده جدا ومهمه جدا بتفيدك انت في الشغل اللي انت بتقدمه. الفريم ورك بيسهل عليك حاجات كتيرة جدا هتعرف عليها في المستقبل. اشوفكم على خير، درس جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.